كيف تنظر للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وانحسارها تقريبا ما بين مانشستر سيتي وأرسنال؟ شايف مين الأقرب للفوز باللقب؟ أعتقد أن بالنظر لما حدث في السنوات الماضية وبخبرتي في البريمير ليج، أعتقد أن مانشستر سيتي هو يأتي في المرتبة الأولى، ولكني أحترم كثيرا العمل الذي يقدمه أرتيتا مع أرسنال والنقلة التي قام بها مع هذا النادي، وأن يستطيع أن ينافس على البريمير ليج ليس في هذا الموسم فقط ولكن في الموسم الماضي. الفريقان يقدمان مستوى رائع ويستحقان في النهاية، أي منهما يستحق اللقب، وأعتقد أن الفريق الذي سيفوز سيكون بالطبع هو الأفضل. أشعر وكأن إمكانياتك الفنية الكبيرة والمهارية الكبيرة كنت تتمنى اللعب مع بيب جوارديولا كمدرب؟ لا تستطيع أن تختار أحيانا القدر أو ما يخبئه لك القدر أو المستقبل. كنت أتمنى بالطبع اللعب معه، ولكن القرارات تأتي في لحظات فاصلة، أنت تأخذ قرارك. عانيت في مباريات كثيرة في اللعب أمام الفرق التي يدربها جوارديولا، وخصوصا في الدوري الإنجليزي أو عندما كان مدربا لمانشستر سيتي في إنجلترا. وبالنظر للمنافسة التي واجهتها أمام مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا، أعتقد أنه قدم نتائج رائعة مع السيتي في هذه السنوات.